حسن في منطقة الجزاء، عادة المحاولة في الجهة اليسرى إلى أكرم في منطقة الجزاء، محاولة من عمر في منطقة الله على كرة تأتي بأقدام مونتاري يسجل من خلالها أول الأهداف في هذا اللقاء ويضع نفسه أيضا في صدارة الهداف في العنابي من خلال هذه التصفيات بعد هاتريك في مرمى بوتان في مباراة الذهب. شوف الكرة الماضية، هذه لمسة، هذه روح. يا سلام يا سلام على كرة في وضعية الآن لمسة في لقطة الماضية، يا سلام كرة فيها مرور متبادل وتسديد. هدف ثاني يأتي عن طريق الهيدوس حسن بكرة جميلة ولمسة فنية رائعة وجملة مميزة للعنابي تختتم بعد ذلك في شباك الحارس هاري يعلن من خلالها حسن عن وجود الهدف الثاني في اللقطة الماضية. هذه هي لو تجي من البداية، هي لو تجي من البداية، لكن بالقدم اليمنى تصل المحاولة للعنابي على مشارف منطقة الجزاء، مرور فرصة بالعقل، هي بالعقل وعن طريق صاحب التفكير السليم والعقل المدبر هنا حسن الهيدوس يضع الكرة في الشباك ويعلن عن ثالث أهداف العنابي في اللحظات الأخيرة وبعد التبديلات تحسن الأداء والناحية الهجومية وأصبح العنابي يصل بشكل كبير جدا، لكن هنا الاستلام، هنا التمرير من مونتاري وهي بالقدم اليمنى.